ننتقل للخبر اللي بعده. تعرفون مشية النسلان هي طريقة مشي بخطوات متتابعة ومتسارعة، تعتبر الطريقة الصحيحة ووصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا، نشرت دراسة حديثة أن المشي بهذه الطريقة وهي الخطوات المتسارعة يقلل احتمالية الإصابة بالسكري بإذن الله. إيش رأيك تمشين زي كذا ولا لا؟ يا اختي احنا خلينا قاعدين قبل شوي نقول عادات غذائيه سيئه او سلوك سيء، ان شاء الله باذن الله عشان نحمي انفسنا مستقبلا من الامراض السكري وامراض العصر زي ما انت قلتي. انا توني فكرت، انا اختي في المول دائما تسبقني بخطوات وانا اهزئها اثرها تتبع وتكون تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. بس انا عموما طريقه مشي سريعه، انا ماني من الناس اللي امشي شوي شوي، انا امشي بسرعه يعني. صح. هذه مشي خطواتي سريعه، بس مو يعني المشي بهذه الطريقه يبيلك تقعدي مثلا نص ساعه ربع ساعه تمشين مستمر من غير ما توقفين عشان تستفيدين.